السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بادز هر في حلقة جديدة. اليوم انا حصاني. اوكي سوي مهايط حصاني انا. المهم نلقى في حلقة جديدة سيفر اوف مايرز. بدي احلق ان شاء الله. راح اشوف راح يصير راح تشوف راح يصير. بس الحين انا رايح بطريقي للسبون. ابي اشتري الوان من محل والله ما ادري كان محل مين. تكت حاتم حق الالوان. فراح اشتري الوان. طبعا ما ادري كيف صار نظام القناه. كل 3 ايام حلقه، كل 4 ايام حلقه. اوكي افتر ما اسئله تحت. فما ادري كيف صار نظام القناه. كل ما جاني مقطع جت فكره اسويها. بس اسجل. ف التصميم الى الان ما عندي صراحه، لكن بطبقها على الفيديو حقنا القديم. نفس ديزاين الفيديو حقنا القديم. خليني اقول لكم شو مسوي اليوم. اصلا اليوم نسوي شاطئ طيب في القريه. بس الوقت نبي ساند، فنبي نروح نجمع لنا ساند من هناك. نبي نشتري لنا الوان. هذا حق الالوان ولا هذا؟ هذا حق الورد اعتقد. الالوان وين الالوان؟ هذا حق الالوان صح؟ يب هذا هو. اوكي نشبت الجدار. طيب يا حبيبي يا حبيبي، ابي لون احمر انا. ما عندنا لون احمر؟ احمر ما في. طيب راح نضطر ان وين الحصان. الحصان يا لما ذا الحصان بقى بيعرف وين هج. انا سريع بدي السرعة هج صراحة. هات اليوم يحتاج ما بريد شي يعني. دي اليوم مشغول شوي. لا هذا شوف هذا شب الجلاس ما خصني شي. ده الذي الافيف مرة بروح ما ادري ليش حاطه كذي. اوكي ورد احمر ورد احمر. ما عنده ورد احمر الا في هذا احمر. يب ستاك حبتين دامد. ستاك حبتين خلاص نشتري ستاك. ستاك كم يعطينا؟ خلينا نشوف ستاك وشوي. طيب نشتري ستاكين. لون ازرق بعد هنا هذا ما في. هل كفينا ستاك ولا لا؟ والله ما ادري اذا كفينا ستاك ولا لا. واحد اثنين تمام. انا ابي الاقي حصاني. مني بلاقي حصاني؟ حصاني اختفى. هوني بدور على حصاني وبرجع اسبوع. اذا ما لقيته برجع عاد كعاب. يلا عين يلا شوفكم في البيت. اقول كمان نبي نجمع ساند بعد. ها نبي نجمع ساند بعد ونكمل. فراح اجمع ابو كم ساند ابو كم ستاك كذي لان محتاج ساند. وبوريك برجع لكم بالبيت. يلا سي يو جايز. اوكي وصلنا الى المنزل. وصلنا لبيتنا. وصلنا لمنطقتنا يعني. ف ما سويت شيء جديد في منطقتي مره. ما سويت شيء جديد لكن هلقكم شو السالفة. في احد قال في الكومنتات شو رايك تسوي جيب دب دب قطبي طيب تحط له منطقه وما ادري ايش. نفس اللي عند ذياب. ذياب سواه فما حبيت اني اسوي الفكره. فقلت شو اسوي؟ اجيب اللي هم اللامز اللام التحديث الجديد اللاما و شو اسمه وش اسمه احطهم كذي اسوي كذا بمكان صغير كذي احطهم فيه وبس يعني كذا بشكل كذا ديزاين. احطه هناك يمكن ورا ذاك المكان او هنا يعني بمكان ما بالقرية حقتنا. ف احنا قاعدين طلعت تدور عليها اسبوع طيب. فاخر يمكن اسبوع كذا يمكن يوم الخميس يوم رحنا سوينا كيف انا وسعد في الحلقة الماضية لما شفت اللقطة. بنفس اليوم هذا لقينا اللامز لقيناها 1500 بلوك بعيد عن بيتي يعني تقريبا هناك تقريبا هناك بعيد هناك. المهم كانوا اربعة تقريبا. ماتت وحدة في الطريق وانا قاعد امشي كذي. هم انه جت ظل عندي ثلاثة جبتهم على بيتي. الخسارة انهم ما يتزوجون. هذه المشكلة. هذول هم بالنيات ان شاء الله يعني كذا لقينا طريقة ثانية جيبهم فيها يعني جمعنا كم وحدة. طيب الحين جبنا الساند. جبنا مرة ساند. فالحين شو بنسوي؟ نبي نروح هناك ونبي كذا نوسع شوي الشاطئ.
نشاطه قبل كان مرة صغير، فنبي نوسع شوي بحيث انه كان بحيث انه يمدينا نبني اشياء يعني، فهمت علي؟ شايفين هنا بالمينيماب، عفوا بالمينيماب تقريبا، هذا هو شايفينه جاي كذا كذا مرة، فبخليه من ذا الشكل كذي بذا الشكل لهنا تقريبا يعني، شاطئ صغير مو مرة. نقدر نقول تقريبا احنا جاهزين لنبدأ في البناء. طيب في البداية نبي نسوي كذا كم تكية، فهمت علي؟ هذا شي دوري، لكن نبي نسوي كم تكية كذي يعني. الحين بتشوفوا كيف الكرافتنج هنا، نبي نسوي مثلا نسيب بيسوي اول تكة بس بروس، فنسوي بالشكل، ناخذها نسوي سلاب بالشكل. طيب فاول تكة راح تكون هنا، هيكون واحد حبتين ولا حبة واحدة تكفي، تقدر حبة واحدة تكفي. بعدين نجيب فنس 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 فنس، طبعا هنا راح يكون نفس الشي، بس دقيقة خلنا نسويها حبة ذا الشكل. 2 3 تقريبا، 3 اعتقد 3 يكفي. اوكي ليش ما قد تنحط اللي هي ايوه تنحطت، كان عندي لاك شكله، والله عندي لاك شكله، يب عندي لاك. عندي لاك خفيف. طيب نبي هنوريك شو نسوي، والله عندي لاك. طيب نبي نلون ذا الشي، لونه بالأحمر ولا بالأبيض؟ خلينا نشوف دقيقة. بالأبيض. فنبي نسوي كاربت، والله مرة لاك. نبي نسوي كاربت بالشكل، ياهو ياهو. طيب صارت، نبي نطلع لفوق شوي ده الشكل ونحطها هنا، فراح يطلع معي بذا الشكل، هيكون موزع على كل الأماكن باللونين اللي هو ودينا. حطني ودينا نوع في الألوان. اوكي ما حد بلا كونكشن جلاس، دقيقة خلنا نطلع تيم سبيك. اوكي كفو، واو وش ذا الفينج اللي علي، والله مرة خرافي. استغفر الله. فالحين نبي نسوي تكية بهذا اللي هو البرينش. اوكي رجعنا بنفس المكان ما تغيرنا. طيب مثل ما قالوا نبي نسوي تكية من ذا الوود، حبتين 4 تكفي، سلاب بعد يعطيك العافية. نمر البطاطس دي ده الشكل، تمام. طيب تكي مثلا هنا بعد، ودي احط حتى برج المراقب، ايش كان اسمه ذاك؟ مو برج المراقب، ايش كان اسمه؟ والله نسيت ايش كان اسمه يا. اللي حق اللايف جارد، مو اللايف جارد، هو اللايف جارد هو، لكن المنقذ المنقذ المنقذ، يب يب يب. بحط كرسي حق المنقذ. طيب بس اصبروا علي شوي. 2 3 ذا الشكل، حط فوق، هوب هوب هوب، كفو انحطت. حتى نبي نضيف اللي هم، ما دقيقة خلينا نجيبهم، مثل كأنه كاسات يعني، كشي كذا نشرب فيه يعني، يمكن شي فيه شي يساعدنا يعني. ما في شي، ما في اشياء مرة. حتى اذا ابي اضيف مثلا شكل كذا كشكل على الارضية حقت الساند، يمكن اضيف اللي هو حق الاند بلوكت، الاند مو بلوكت، الاند اللي تشبه الساند، عرفتوه؟ اللي تدخل الاند تلاقيه في كل مكان. فكنا ندخل هنا، بنجيب لنا كم شيء من ذا الشيء،
ودي استعمل ذا الشيء البلوك، تجي مع الساند شكلها حلو. ف ذول اللي ازعج امي، كانهم يبوا يتفلوا على اهل. اريهم كيف يتفلون على علي، شوف شوف كيف يتفلون. ولي بحاول ما اخليه يتفل. هي مسكينة. يلا خلينا نروح. طبعا دمجك نص قلب سريع وسريع، تتهيل سريع حتى اقل من ما دمجك شيء يا رجل. مرة تدميج حقه خفيف. ف كنا نبي نسوي ذا الشيء. وين هذا؟ بـ20 حبة تكفي. اوكي هي بالحلصة ما كفت. نسيها كاملة يا رجل. ها حبة راحت. طبعا ما حد جاب العيد بذولي، ما حد جاب العيد بذولي. طيب نبي نكمل. طيب نبي نحط مثل كاسات كذي بذا المكان، هنا هنا كذي، يعني نوزع الكاسات. ونبي بنفس الوقت انه نضيف اللي هو نضيف مثلا لون، مثلا هنحط برتقالي، لونه شوي برتقالي ذا كفي، ولونه اللي هو السيان 8 يكفي. الريد الحين بقولكم ليه يكفي. هذي ابي احطها اوكي، اجباري راح ارمي كل شيء. طيب طيب الحين اوريكم ليش. يا انترنت لا تقعد تجنني مرة ثانية. ايوه شاطر شاطر ده الشكل على كل الحبات. ايش بعد؟ ما في لون اخضر ما سوينا. وين هي هذه؟ مو بهذه، هذه 8 8 هذه 8. نسويها كاربت بهذا الشكل، نودي نطير هذا الشيء. طيب راح يكون مثل عرفتوا ذيك اللي يسدحون عليها، عرفتوها؟ هذه هي بالضبط مثلا بهذا الشكل مثلا، يعني فهمتوا علي كيف؟ اودي اسوي ابيض واحمر بيجي لون حلو. اوكي اللاج معذبني والله. اوكي 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 اعوذ بالله. طيب اصلا عادي ندخل، ما عليه ندخل لان برا قد عندنا عاصفة، برا عاصفة ثلجية. فما ادري هل نتهلد الشيء من سبب العاصفة، او ما ادري من نت حقي، ما ادري صراحة. فراح ارجع. اوكي دخلنا، يب دخلنا، يب اوكي. حتى ما حطينا ذولي اصلا. والله مشكلة. اوكي نبي نسوي ابيض. طيب نبي كثر من الابيض لان الابيض يطلع مع اي شيء حلو. طيب ذا الشكل الابيض، وين الابيض؟ وين هذا هو؟ يب طلع شكله حلو، يب طلع شكله حلو والله. طيب ابيض، خلي الاساسي هو الابيض. طيب نبي نسوي قاعدة هنا، فنبي نخلي بعد القاعدة راح تصير كذي. طيب فنحط واحدة بعد هنا بهذا الشكل، هنا راح تكون قاعدة واحدة ثانية، وهنا لا هنا خلاص ما في شيء، بس هنا راح تكون قاعدة تقريبا. ودي تضيف شيء كذي زيادة، فهمت علي؟ فنبي نحط واحدة هنا، نجيب برتقالي وأبيض. خلنا بعدها شوي. مسوي انا بسويها بس ما سويتها. طيب وهنا راح يكون لون اللي هو الاخضر، ولا اخضر الاخضر، هذا الاخضر. هنا راح يكون قاعدة تقريبا هنا، وهنا راح تكون اللي هي هذه. ايوه كده كنت بسوي انا اصلا. حط كاسات، ما حط كاسة هنا، كاسة
فهمتوني صح كيف الكاسات هذه اللي يشربون منها؟ فالحين ابي ذا الشيء يموت. شاطر مقدم شلالي. بسوي تشست يا اخي، والله اني حوسه ادي مره غلط ذا الشكل. نسوي تشست فضل الاشياء اللي نريدها ذا الشكل. طيب قلنا نبي نسوي قاعدة ثانية ونبي لون جديد، نبي لون الأورنج. هات لون الأورنج، إن شاء الله يكفي إن شاء الله. من نقول إن شاء الله. هو أربعة تقريبا، واحد اثنين، ما يكفي. أوكي غير لون. كم واحدة عندنا الحين؟ وين خمسة؟ راح أسوي لون زيادة بس نبي لون يكون كفي، فهمتوا علي؟ اعذروني ذولي. المهم راح احاول اجمع ورد. طيب ونرجع لكم، يلا راح اروح فلور الورود اللي هناك، فراح اسوي ورد وانام وارجع لكم. يلا سي يو بعد شوي. عدنا الى منطقتنا وجاء الليل، وهذا الشيء مرة اكرهه، يوم انه يجي الليل نسجل. والبعد شيء اكره زيادة، اليوم انه تسجل وينقصك شيء. يا ليل، طب ليش يا اخي؟ طيب نبغى نسوي اللي هو نبغى نول عندنا في شو اسمه في المخزن، في وول فسبعة وعندنا. لا لسه فيه، انا ما انتبهت على ذولي. فالحين بنسوي اصفر خلنا نكمل البرتقالي اول شيء. طيب احنا كم هذا سوينا؟ سوينا ثنتين. طيب واحد اثنين ذا الشكل، هذا ننزلهم نحطها بذا الشكل، بعدين ثلاثة أربعة. كويس كويس، هاتهم عندي هنا، وهات اللي هو أي بلوك نسويهم، أي بلوكات خلنا نسوي اللي هو هذا الشيء اللي هو حق الجنجل. أعطي على برتقالي بعد شوي. ها عليه، والله سويت، ما انتبهت سويت مرة سيرس منها. خذ لك بعد، خلاص انتهى يعني. يعني ايش الفائدة يعني؟ ما بفهم. انت ما قلنا راح تكون وحدة بهذا الشكل. لا وين هنا؟ هنا تقريبا كذي حط الطرف. طيب راح تكون هذه اول شيء، بعدين هي هذه حطها هنا. وين السيرس هذه؟ حبة طبعا تكسر هذه، حبة حبتين ثلاثة، واحد اثنين أربعة. حبة من فوق سبايدر جاني. اوكي وصل هذه وهذه، ونحط وين 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 هذه شيء موزع بهذا الشكل. طيب ودي ايش اسوي؟ ودي اسوي كيف اقول كيف اقول لك يعني شو اسمه، لله سبحان الله شو اسمه ذاك، تشست مو تشست اللي هو مكان تاخذ منه الاشياء البارده، فهمت علي؟ مثل كشك صغير، فهمت علي؟ بضبطها في الكوز، بضبطها في الكوز. الحين بسوي شيء توجه ببالي على طار الكشي، احد تيم سبيك. الله انارك مدري. طيب خلنا بيسوي تشست تشستين عشان كذي ما احب اللي لا تلوموني لاني ما لام ما تكفي هذه، وأثنين هذا ما يكفي ذا الشكل. تكفي، فغالبا نحط مثلا هنا. هذا حق اللي هو اللي عرفته مشاريب الباردة، بديهم ياخذوها من هنا، فهمت
فهمت علي؟ يعني يعطي شكل، ما نقول لا. طيب باقي لنا اخر واحدة الحين اللي هي هناك الصفرة، فنزل المطر. هذا شيء بعد شيء مرة ما ادري، ما قاعد اضحك معنا اليوم، التسجيل الحظ اليوم سيء. 2 3 4 بذا الشكل. اوكي في هذا ناقصة، هوب ناخذها، طلع ذي فوق. اوكي تمام. راح نسوي بالسبروس. يب سبروس، هبة هبتين. مليش عيال المطر. 2 3 هبة هبتين 3 4 ونجيب اللي هي هذا الشيء، حبة فوق على السريع. يلا خذ لك. خذ لك، ايوه تمام. نبي نحط ذا الشيء، مو هذا اللي بعده، هذا نوزع كاسات بالشكل. طبعا ما راح اخليها كذي، تقول شكلها كذي مره بسيط، بس بقول لها ما خلي نو سليب سليب، ما راح اخليها كذي مره راح اخليها كذي. راح اعدل عليها، راح تشوفوها بالحلقه الجاي، بيكم كذي تتفاجئون بالحلقه الجاي. ف يعني طبعا هذا شكل بالشادرز، والله عندي دروبات بس يلا، هذا شكله بالشادرز، يعني شكله حلو. هذا البحر، وهذا ما ادري جابه يعني. طب راح اضيف عليه اشياء برا كذا، شكله ناشف مره كذا، حاسه مره شكله ناشف. فهذا كان الشيء اليوم، يعطيكم العافيه على المشاهده، يعطيكم العافيه على الدعم اللي قدموها لي، الدعم اللي قدموه لي، ف قدرت الدعم اللي قدموه لي. فيعطيكم العافيه على المشاهده، كان معكم عبادي، اشوفكم في الحلقه الجاي، في امان الله.